مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلى التفاح. حلى كتير كتير سهل وسريع، وأطيب من هيك ما في. بهيدا الشكل لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا أول شي كوب حليب، تلت كوب سكر، نص كوب مي، ملعقتين صغار زبدة. أول شي بحط بالمقلاية المي والسكر، بغليهم مع بعض على الغاز. بعد ما حركتهم تحريك بسيط، هلأ بتركهم يغلوا حوالي 5 دقايق. بس غلو 5 دقايق، هلأ بحط فوقهم الحليب وبخفف الغاز. بحركهم مع بعض لينمزجوا. كمان بحط الزبدة. بس صار عندي هيدا الخليط، هلأ بحطهم بصحن وبتركهم يبردوا 5 دقايق. هلأ بتركهم لا يبردوا. بعد ال5 دقايق بس بردوا، هلا بحط شي بسيط، نقطة مي بهيدا الشكل خفيفة، بعملهم بهيدي الطريقة نقطة المي عشان ما يلزقوا بإيدي. شايفين كيف شكل كرة صغيرة؟ وعندي ستيك أو أي شي بعملهم بهيدي الطريقة. شايفين كيف؟ بحطها بالصحن. كمان نفس الشي، نقطة مي صغيرة. إذا لزقت كمان مي خفيف بعملها بهيدي الطريقة. كمان بهيدا الشكل. شايفين كيف طريقتها كتير سهلة وبسيطة. هلأ بحطها بالصحن. لكف الباقيين بنرجع منكفي مع بعض. شو بتعملوا بعد ال5 دقايق؟ بس يمرق 5 دقايق تبرد العجينة دغري، بتبلشوا تشكيل فيها، عشان إذا بردت منيح بيصير السكر يبس، العجينة تيبس عنا. هولي بعد ما خلصتهم لنكفي الطريقة. هلأ عندي هوني كبش القرنفل، شيل هيدي الخفيفة، البول الخفيفة بهيدا الشكل بحطها. شايفين كيف؟ كمان نفس الشي، بشيل هيدي البول الخفيفة وبحطها بهيدا الشكل. عندي فستق حلبي كمان، هيدا الحبة بقصها بحاول على النص هيك شي بسيط لتعطي هيدا الشكل، شكل الورقة. شايفين كيف طلعت؟ شكل تفاحة. كمان نفس الشي، هول
التفاحات بعد ما عملتهم بهيدا الشكل، هلا عندي هون صبغة حمراء بدنا نحط صبغة عليهم. وهيدي الفرشاية جديدة أول مرة بدي استعملها بهيدا التفاح بهيدا الحلو، بعملهم بهيدا الشكل، نصبغهم لون أحمر. واو شكلهم كتير كتير بيطلع رائع. بدي صبغهم كلهم بهيدا اللون الأحمر، ممكن نصبغ لون أصفر أو أخضر، بس أنا بفضل هيدا اللون كتير كتير بيطلع رائع. شايفين كيف؟ يعني حلو كتير كتير، بسيطة وسهلة وغريبة. رح اصبغها وكفي صبغ الباقيين، بنرجع منكفي مع بعض. هيدي اول تفاحة صبغتها، لكفي الباقيين برجع بكفي انا وياكم. هيدول التفاحات بعد ما صبغتهم، كمان صبغت، صرت حط اصبعي بالصبغة وادهنها، احملها وادهنها كمان صبغتهم عشان سرع الوقت. هيدا الشكل، شفتوا شو حلوين؟ عن جد كتير كتير روعة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي.